انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة نجاة عتابو وزينة الدودية ناشطين مع أغنية الوجه الثاني لسعد المجرد وزهير البهوي وبحضور الأخير. كما شاركت الفنانة نجاة عتابو صورة لها من حفلة رأس السنة وكتبت حبايب قلبي انتظروني في حفل رأس السنة يوم الجمعة إن شاء الله على القناة الثانية.